اطمئن شركائنا في إسبانيا أن كل إمداداتنا بالنسبة للغاز الطبيعي للكميات التعاقدية مع شركة سوناتراك هي نلتزم بها في إطار العقود المبرمة من بين سوناتراك والشركات الإسبانية، وكذلك تعهدنا على أننا يعني كل هذه الإمدادات تكون تقوم بشركة سوناتراك من خلال مرافقها الموجودة في الجزائر كفي المدغاز وكذلك المصانع تحويل الغاز. وأكدنا لشريكنا الإسباني أننا جاهزين كذلك للتحدث على الكميات الزائدة، الكميات الكونتيتي سوبليمونتير. تطرقنا إلى سبل المضي قدما في ظل الثقة المتبادلة والصداقة المتينة بين البلدين نحو مواصلة التعاون المشترك في مختلف الميادين خلال الأشهر والسنوات القادمة.